معانا الكاتبة ساندرا سراج، وهي من الناس اللي عندها تعليقات أو عندها برضو آراء في الحتة دي في المصطلحات. فألو يا ساندرا، ازيك؟ عامله ايه؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله كله حلو. ايه اللي طمني عليك؟ أنا عارفة إن أنت معترضة زيي على مصطلحات كتيرة كده ابتدينا نسمعها أو بقالنا فترة بنقولها، زي strong independent woman، يا عيني اللي إحنا ضحكنا على نفسنا بيها دي، وحاجات كده كتير. قولي لي أكتر مصطلح مضايقك وأكتر حاجة عايزة تتكلمي فيها. بصي، خليني الاول اثبت كتير كده ان انا مش معارضه للديفينيشنز دي. انا عندي مشكله ان هي ليها معنى حقيقي، والمعنى اللي انتشر عكس المعنى او عكس السبب اللي الموضوع ده ظهر عشان. طيب قولي لنا المعنى الحقيقي فاهماني؟ والفيك، يعني الناس فهمته ازاي طيب والحقيقي ازاي؟ ماشي. لو هنيجي مثلا نتكلم عن فكره السنجل مادر، هي سنجل مادر بغض النظر عن ان في مجتمعنا هنا هي ليها معنيين، بس ان هي واحده ارمله او مطلقه ومعاها اطفال، هي العائل الوحيد ليهم. يعني بابا ما بيصرفش، بابا مش موجود في حياتهم، بابا غير ملكية الشقة لمامته عشان هي ما تاخدش الشقة هي والأطفال، ما آخره في الشهر بيدي 1500 نفقة اللي هم حرفيا ما يجيبوش دايبرز لو هو بيبي. ف she is a single mother، هي العائل الوحيد هي اللي اللي مسؤولة عن بتصرف على أطفالها. نفسها وعلى أولادها، دي single mother. بالضبط، دي single mother. المعنى تحسي اللي موجود المعنى الموجود، تحسي قوليلي ان هو يعني في شبهة اللي هو single mother، يعني ست بقى لوحديها وعايشة لوحديها ومنطلقة لوحديها، صح كده؟ هي. لا، هي سنجل فعلا، بس سنجل في البيرنت هود، يعني هي ما عندهاش بارتنر في البيرنت هود. هي كانت مرتبطه واتجوزت وخلفت، بس الشخص ده ما بقاش مشاركها فكره الابوه. يعني هو ما عندوش البارت ان هو ابو الاولاد، لا. فهي فعلا هي سنجل. طيب متاخد هنا بقى سنجل مادر دي اللي هي خلفت من غير ما تتجوز، اللي هي دي عايشه حياتها، دي راميه عيالها، دي مش عارفه ايه، بس ده مش المصطلح الحقيقي للكلمه. طيب ده سنجل ماذر اللي بعده. يس. بص، سترونج اندبندنت وومن دي، انا نفسي ساعات بحس ان انا سترونج اندبندنت وومن، وساعات بحس ان انا محتاجه سبونسر. والله يعني ببقى الاثنين. والله بجد. كلنا، والله فهما كلنا. الاثنين. فخليني اقول لك المعنى الحقيقي للكلمه، ان الشخص يكون مستقل ذاتيا when it comes to emotions, financials، ان انت شخص عارف تعتمد على يعني نفسك ايموشنلي، مش مستني عاطفيا، حد عشان تكون سعيد. وماديا بالظبط، وكل حاجة. طب عاطفيا مش هنعتمد مستني على حد عشان نفسنا. تكون سعيد، انت بتعرف تنبسط لوحدك، هو ده المعنى. ماديا انت تقدر تكتفي بنفسك. هنا بقت ان انا مش محتاجه حد، وانا اجمد واحده في الدنيا، وانا مش عارفه ايه، وانا ايه. هو ده اتحط للناس اللي مجبرين يتحطوا في البوزيشن ده، مش ايوه، عشان دي حاجه خطيره. فاحنا بقى عندنا مشكله ان احنا وده اللي انا قلته في بدايه الحلقه، ان احنا بقينا اندبندنت غصب عننا مش بمزاجنا. ده لما تبقى حقيقي، ست ده هي حقيقي. ملهاش لا سند ولا ليها ظهر ولا ليها حد يصرف عليها، وشايفه اولادها يتشردوا في الشوارع، فبتضطر تنزل وبتشتغل وبتقف على رجليها رغم اي مصاعب بتشوفها في حياتها او اي رذاله بتشوفها. فده مصطلح اجباري، بس لينا الشرف ان اي ست تبقى سترونج اندبندنت وومن. ده حقيقي. فالبني ادم بقى بيشوف التاني لو حد مش سترونج اندبندنت وومن، بقينا بنشوفها اللي هو ايه ده؟ انت ازاي قاعده في البيت؟ ايه ده؟ انت ازاي ما بتصرفيش على نفسك؟ ايه ده؟ انت ازاي جوزك هو اللي بيصرف عليكي وعلى الاولاد؟ مين وايل ده الطبيعي؟ ده اللي المفروض يحصل. فاحنا كمان بقينا عبء على الشخص الطبيعي. يعني فلنفترض ان ده مش ذا بيست كيس سيناريو، ان حد يكون سترونج اندبندنت، هو مستقل بنفسه تماما، وهو اللي بيعمل كل حاجه لنفسه، وهو اللي شايل مسؤوليه نفسه. فده لو انت عملته برافو، ده عبء عليك انت، ما كانش المفروض تشيله، بس بما انك شلته فجود جاب. بس ما ينفعش نبدا نعيب على الطرف الاخر ان هو ايه ده؟ ايه الاعتماديه دي؟ لا، هو مش اعتماديه، ده حقها. ده هو مش حقها اعتماديه، ده اللي المفروض يحصل. بالظبط بالظبط، ده يعني. حقها، طيب ده اللي ريباوند، المفروض يحصل. آخر مصطلح بقى، ريباوند شايفاه ازاي؟ ريباوند اللي هو ان انا ابقى في ريليشن شيب، يعني واسيبها واروح رايحه لحد تاني، الضحية بقى احاول. اللي أضحي بواحد في النص. الموضوع يعني ساخر جدا. فلا، هو مش دي الفكره. واتس نوت فير ان انت تاخد حد في الرجلين وتدوس عليه عشان انت مش عارف تبقى قوي لوحدك وتعرف تجيل لوحدك، لان هو حتى مش عارف يتخطى. هو هيلاقي نفسه قاعد بيحاول يتخطى ده، وبعدين يحاول يتخطاه، يتخطى الشخص اللي هو حاول يتخطى بيه، حد يتخطى بحد تاني، وهكذا. هتفضل لوب من التخطي من غير اي تعافي.
فهي بتبقى عباره عن لوب اوف توكسيك ريليشن شيبس لحد ما انت تعرف تتيك ريسبونسبيلتي عن ان انت في علاقه باظت، فانت محتاج تخف منها، محتاج تتعالج، محتاج ترمي كل التراكمات اللي جواك وتتعالج منها تماما، وقتها تكون مستعد ان انت تشوف علاقه تانيه. طيب لكن هي مش لبس طاقية دي لطاقية ده، اخر يعني هي مش كده. اخر كلمه بقى، انت مع المصطلحات دي، يعني ان احنا كل حاجه في حياتنا نعمل لها مصطلح يعني كده عنوان، ولا نعيش حياتنا بقى بشكل طبيعي زي ما كنا عايشينها؟ بصي، في جزء وفي جزء لا، بس الجزء الاكبر بقى لا، لان الناس بقت بتتفاخر بحاجات مش المفروض تتفاخر بيها. يعني انا عندي مشكله كمان مع مصطلح الفيمينيزم. تلاقي دلوقتي راجل يقول لك انت فيمينست؟ لا انا مش عايزه اعرفك. طب انت عارف يعني ايه فيمينيزم يا حبيبي قبل ما تيجي تتكلم معايا؟ فيمينيزم هم شايفينها ازاي فيمينيزم دي؟ هم شايفين الفيمينست او الست الفيمينست عامه دي ست اللي هي اللي قادره على التحدي والمواجهه، ده ما حدش يقف وشي، انا هكسح الكل. هي مش دي الفكره. هو الفيمينيزم يا حبايبي ظهرت لمجرد المساواه. المساواه في ايه؟ ان كان في ست هي وراجل بيشتغلوا نفس الشغل، هما الاثنين ليهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، بس هي بتاخد مرتب اقل منه. فبدات تقول هو ليه انا باخد مرتب اقل؟ عشان هو ذكر وانا انثى؟ فهنا بدات مصطلح الفيمينيزم ايكواليتي، ان انا وهو ما دام بنعمل نفس الحاجه وبنقدم نفس الانبوت، فديرفور انا محتاجه نفس الاوتكم، انا محتاجه نفس الفلوس، انا محتاجه نفس الحقوق. فالموضوع كان فلوس، فرص عمل، حقوق، يعني حقوق سفر، حاجات حقوق كلها سواقه. مادية يعني. بالظبط، الناس راحوا اخدينها في حته الريليشن شيب، ولا انا زي الراجل، لا الست مش زيها زي الراجل. الراجل يعمل حاجات الست ما تقدرش تعملها، والست تعمل حاجات الراجل ما يقدرش يعمل، الست تقدر تتقبل حاجات الراجل ما يقدرش يتقبلها، والعكس. فديرفور احنا مش ايكواليتي، احنا مش زي بعض، والا ربنا كان خلقنا زي بعض، ما حطش فروقات في حاجات، ما كانش اداهم هم القوامه، ما كانش حصل حاجات كتير. فلا احنا مش زي بعض when it comes to emotions، احنا emotionally مش ايكوال، احنا كل واحد فينا قوي في حاجات وضعيف في حاجات، وده كمان بيترتب على كل الريليشن شيب. يعني ممكن في ريليشن شيب الست هي اقوى في حاجات والراجل ضعيف في بصي يا حاجات. ساندرا، انت كلامك حلو قوي قوي، ويا استاذه مي انا يعني ارجوكي لازم ساندرا تبقى معانا في الاستوديو ان شاء الله في حلقه. بشكرك جدا الكاتبه الجميله ساندرا سراج، مستجد نورتينا في يحكى أنا.